تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين، اكتب لنا مكاتب الخير وجاز عنا خيرا أهل الخير. الحمد لله، رغم الظروف الصعبة ورغم المعاناة، فالحمد لله الأيادي البيضاء ومبادرات الخير التي تتكاثر هنا وهناك كلها تثلج الصدور وتبعث فينا الأمل وتبعث فينا حب الحياة، ونزداد إن شاء الله تعالى عملا ذؤوبا من أجل أن نزرع ولكي نحصد من الخير والبركة الذي يعم على الجميع. فالحمد لله في الفترة الأخيرة نسمع أن هناك تضامن قوي وواسع المدى بين المواطنين والمواطنات في مختلف المدن المغربية، في مختلف العملات والأقاليم، وخصوصا خصوصا في العالم القروي، في البوادي وفي القرى وفي المداشر. الحمد لله، المغاربة بقوة إيمانهم وقوة يقينهم وحبهم لفعل الخير، كل واحد منهم لا يدخر جهدا في الإنفاق على إخوانه الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأننا تعلمنا جميعا، تعلمنا بأن المجتمع يكون قويا إذا كان هناك تشابك وتعاون وتآزر بين كل فئاته، وهذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لما شبه المجتمع المسلم، شبهه بالبنيان، فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالإنسان هو ضعيف بنفسه لكنه قوي بإخوانه، ولا يشعر بالقوة إلا حينما يضع يده في يد الآخرين. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام أن نزيد في التعاطف فيما بيننا. طبعا لا يمكن أن نلتقي لأن هناك خطر ديال اقتراب الناس فيما بينهم أو الاحتكاك، كل هذا قد يؤدي إلى انتقال العدوى والعياذ بالله، لكن هذا لا يمنع أننا نلتقي عبر وسائل التواصل المختلفة. عندنا الحمد لله وسائل التواصل من هواتف ومن مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، كلها تساعدنا على أن نتواصل وعلى أن نتعاون، وبذلك نحقق المجتمع المنشود. المجتمع المنشود هو يكون مجتمع واحد مثل الجسد، اللي قال فيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالحمد لله، رغم كل الظروف الصعبة، فننوه ونشيد بالأيادي البيضاء وبالمبادرات الحسنة وبفعل أهل الخير الذين يقومون به في كل وقت وحين. والله تعالى ينظر إلينا الآن، وكأني بربنا سبحانه وتعالى ينظر إلينا من فوق سبع سماوات ويباهي بنا الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. لأن الملائكة اعترضوا حينما أراد ربنا عز وجل أن يخلق الإنسان، يخلق آدم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى هو علام الغيوب،
ويعلم بأن في أبناء آدم وذرية آدم أعداد كبيرة في قلوبهم الخير وفي قلوبهم الإيمان وفي قلوبهم اليقين. وصدق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حينما بشرنا فقال: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تصور، تصور أنك أنت تكون في حاجة أخيك والله سبحانه وتعالى يكون في حاجتك، أنت تكون في عون أخيك والله يكون في عونك. سبحانك، ما أعظم شانك. فالحمد لله، هذه فرصة طيبة لكي نزداد في العطاء ونضاعف الجهود في الصدقة والإحسان والهبات، وكل ذلك إن شاء الله تعالى مضاعف عند الله سبحانه. وهو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فكل ما ينفقه المؤمن على أكله وشربه ولباسه فإنه زائل لا محالة، لكن ما ينفقه على مرضاة الله عز وجل وعلى الضعفاء والمساكين والفقراء والمحتاجين، هذا هو الذي سيبقى عنده إلى يوم القيامة. وربنا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كلما أنفق ابن آدم ربنا أنفق عليه. فنحن في أمس الحاجة أيها الأحباب الكرام أن نزيد في العطاء ونزيد في التضامن والتكافل. والطريقة السهلة هي الاتصال بالرقم الهاتفي الذي أحدثته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ببلادنا، الرقم 1919 للتبرع في صندوق تدبير جائحة كورونا، الرقم 1919 بإرسال SMS نحو هذا الرقم كيمثل هبة قدرها 10 دراهم. يعني نحاول أننا نبقى نكرر العملية مرات متعددة. وكذلك الأبناك مفتوحة في وجه الجميع، عند حساب خاص ديال كورونا ممكن أن الإنسان يمشي للبنك دياله ويدوز أي مبلغ من حسابه الخاص إلى صندوق تدبير جائحة كورونا. أما الفئات المستفيدة ما عليها إلا الاتصال بالرقم 1212. الفئات التي ترغب في الاستفادة، الحمد لله الآن استفدت الفئات اللي هي عندها بطاقة الرميد، دابا الآن الأسر المعوزة العاملة بالقطاع غير المهيكل واللي غير مسجلة في بطاقة الرميد، الحمد لله الآن قريبا سوف أيضا يكون لها نصيب وافر من العطاء. فالحمد لله على ما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يزيدنا وإياكم من فضله ومنه وكرمه. ونقول دوما: مزيدا من اليقظة ومزيدا من الاحتياطات اللازمة من نظافة ومن كمامة ومن أخذ مسافة الأمان بين الناس، وأن نلتزم بيوتنا ولا نخرج إلا عند الضرورة القصوى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.